بسم الله الرحمن الرحيم. 15/2/2014 ردا على قصف اهلنا في اللطان البراميل تفجره. سنقوم الان بدك مدينه محارض النصيريه ومعاقل الشبيحه فيها، ونعيد النصيريه بان كل ما صار اطلاق صواريخ او طيران حربي باتجاه المدنيين سنقوم بقصف ضياعكم المدنيه. الله اكبر، الله اكبر. لواء الاسلام الجبهه الاسلاميه في حماه، الله اكبر، الله اكبر. يلا شباب خذوا محلاتكم.